انت زينب بتاع الكلوب بيك؟ لا يا بيه، انا شغاله بتاعتها. وهي فين؟ هي خرجت تستقضي حاجات. خد الولايه دي. حاضر. طب انا عملت ايه؟ انا ذنبي ايه؟ تاخدوني ليه؟ انا ما عملتش حاجه. ذنب يا بيه، انا ماليش. وانت خليك هنا لغايه لما زينب تيجي تقبض عليها وتجيبها لي على المديريه. طيب تصدق على ايه على الباب تهدي؟ استاذ زينب فين الباب اللي هيلاقي فيك؟ اتقفل يا اختي اهو. خير في ايه؟ الحقني الحقني يا غسال، انت فيك شيء لله؟ من ساعة واحدة بس كنت بتقولي انا خايف ترجعي الحبس تاني. رحت الاقاندة اللي انا كنت قاعدة فيها انا والبت هانم، لقيت البوكس بتاع البوليس وقف وسحبوا البت على المدرية. يا لهوي، وعملتي ايه؟ انا وقفت اراقبها من بعيد وحسيت يا اخويا انهم جايين علشان ياخدونا انا، فضلت مستخبية ورا العمود لغاية ما شفت اللي شفته. والبت هانم ما تخبص عليكي؟ لا يا نعيمة، دي بنت ماجدة وروحها فيها حاجة كده من صنفك. ربنا يكرم أصلك يا معلم. المهم أنا هعمل إيه؟ أنا خايفة أوي، خايفة أوي يا عسال. مش عايزة أرجع السجن تاني، مش عايزة أموت في زنزانة تاني، مش عايزة طرب تاني في حياتي. ما تخافيش يا زينب، طول ما أنت هنا ومعايا أنت في أمان. إزاي بس؟ ما هم أكيد هيطبوا علينا هنا. نعيمة هتعرف تخبيك إزاي؟ في الصحراء يا معلم، مش كده؟ تبعتي لسردينة تقولي له معلم عايزة نادورجي. صح، بقيت تفهم يا نعيم. تربية ايدك يا معلم. وانت لا تبصي من شباك ولا تهوبي من عتبة باب، فاهمة؟ بكرة الصبح هكتب عليكي علشان تبقى قاعدة في بيتك ومع جوزك. وليا، تعرف انا بحبك وبقدرك قد ايه يا علي؟ طبعا يا فندم، حضرتك استاذي ومثلي الاعلى. عشان كده أنا هتدخل في الموضوع ده بالذات وهعتبر نفسي في مكانة أخوك الكبير. ده شرف ليا يا فندم. طب تقدر تقولي بقى لو ارتبطت بالست دي مين هيبقى خال ولادك؟ من جدهم؟ من جدتهم؟ أنت فكرت في الحاجات دي كلها يا علي؟ فكرت وقررت وعايز حضرتك تساعدني. عموما يا علي، في ظل الظروف اللي بتمر بيها مصر اليومين دول ومحاولة إجهاض الثورة من جانب الإنجليز وبشوات العهد البائد ومحاولة الإخوان اللي بدأوا يقفزوا على الثورة والطابور الخامس المتمثل في اليهود اللي موجودين في البلد، في ظل الظروف دي كلها يعني صعب قوي الاستجابه لطلبك. يا فندم اؤكد لحضرتك ان ليلى لا تقل عني وطنيه ويمكن اكتر. وعيلتها عيله مصريه عاديه. مفيش فايده. اتعشم يا فندم مباركه حضرتك والتنويه للفتره اللي قضيتها في الاسر، يمكن تشفع لي عشان ينفذوا الطلب ده. انا كل خوفي من اخوك موسى، لو كانوا مراقبينه قبل الثوره تبقى مصيبه. يا علي ما تخوفنيش وانا ناقصه. هو فين دلوقتي؟ بيشتغل ايه؟ المعهد اللي كان قاعد فيه شغال زي الاول؟ لا بس هو قاعد لسه هناك، خايف يرجع الحاره بعد اللي حصل. المهم ما يتورطش في اي شيء يضره ويضرنا. تهيألي اتعلم من اللي حصل. اشك علي، اشك. انا مستغرب ازاي بقى اخوكي وابن عم هارون المعجون بتراب الحاره. هو انت مش ناوي تقول لي كلمتين حلوين؟ بكرة أقول لك، ما أقول لك، وأكتب فيك ألف قصيدة، قصيدة عن عينيكي، قصيدة عن حب ليكي ما فيش شبهه أبدا. جواب يا استاذ موسى. يعني تأمرني بأي خدمة تانية يا استاذ موسى؟ شكرا. تحت طابع البريد جهاز استقبال وإرسال حديث، سوف ندلك بعد ذلك عن كيفية استخدامه. طلبته منكي؟ طلبته منكي. زواج؟ الزواج. نفسكي؟ نفسكي. من نفسكي؟
من نفسك. على كتاب الله. على كتاب الله. وسنة رسوله. وسنة رسوله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وعلى مذهب الإمام. وعلى مذهب الإمام. أبي حنيفة النعماني. أبي حنيفة النعماني. قولي وأنا قبلت. وأنا قبلت. زواجك. زواجك. من نفسي. وألف مبروك وبالرفاء والبنين. الشربات. الله يكرمك يا رب. اتفضلوا اتفضلوا. مبروك. شكرين يا سيدي. الله يبارك فيك يا طنانه. عقبال ان جالك كده ان شاء الله. ان شاء الله. مبروك يا عروسه. ربنا وحده يعلم يا معلم انت شرفتني قد ايه انك كنت شاهد على الفرح. اوعى تنسى اللي وصيتك عليه يا سردين. عيب يا معلم. انا رقبتي فداك وفدا الست حربك. الف 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 مبروك. ربنا يتمم بخير يا معلم ان شاء الله. تعيش تعيش يا معلم طنانه. تستاذن احنا بقى. سلام عليكم. اذنكم معاكم. مع السلامه. مع السلامه. شرفت وعنست. الله يبارك فيك. نجيلكم في الافراح ان شاء الله. اتفضل يا سيد الشيخ. ان شاء الله. سلام عليكم. خليك قاعد ما تتعبش نفسك علي يا راجل. ودي تيجي برضه. لا 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 والنبي خليك قاعد مرتاح. يا سلام. شرفت وعنست. سلام عليكم. نجيلكم في الافراح ان شاء الله. ان شاء الله. متشكرين يا معلم. متشكرين. ربنا يتمم بخير ان شاء الله. طيب او ما اعمل لكم بقى شويه حمام يليقوا بالعرسان. على الاقل من مهلك يا اختي. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك. احلى من الحلال ما فيش. معلوم. مستريح لنا شويه بقى. يا ريت يا اخويا. تعال. والنبي ما انا مصدقه اللي بيحصل ده يا راجل. كله مقدر ومكتوب يا زينب. احلى مكتوب. عارف ده اليوم اللي انا كنت مستنياه العمر كله. بالك انا لو مت دلوقتي هموت مبسوطه. يا وليه يا مجنون. في حد يجيب سيره الموت في ساعه زي دي؟ اما غشيمه صحيح. انا في حبك غشيمه صحيح. اهو حضر هادم اللذات. ادخلي يا نعيمة. ايه الحمام لحق يستوي؟ لا والله على النار. بس الواد عنتر بره وراسه ألف سيف. لازم يقابل حضرتك دلوقتي. عنتر ده انا هنسل الشبشب على دماغ امه. اخرجوا انتوا ودخلهولي. ايه ده بعد كل اللي عمله؟ زينات. حاضر يا مال. سيبيه هو عارف بيعمل ايه. تعالي يا اختي. يعني انا يوم دخلتي يدخل هو واخرج انا؟ هو ده وقته يا وليه. معلش. تعالي يا اختي. تعالي تعالي يا اختي. انتي تعالي يا عنتر.